السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم لعلاج السعال والكحة الحادة، وأيضا مفيدة أيضا لحالات الربو الشديد. هذه الوصفة تصلح للصغار وللكبار، يعني مفعولها قوي إن شاء الله. هذه من وصفات أمي العزيزة، ربي يحفظها إن شاء الله. مكوناتها كثيرة نوعا ما، ولكن مفعولها قوي إن شاء الله، تعالج نهائيا هذا المشكل. قلت تصلح للصغار كما تصلح أيضا للكبار. مكونات الوصفة كثيرة، ولكن يجب اتباع خطوات هذه الوصفة جيدا حتى تعطي نتائج أحسن وأسرع. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس، لأنه الكثير من الأخوات طلبوا مني هذه الوصفة لأنهم يعانون من هذه المشكلة كثيرا. أيضا أتمنى من الزوار الجدد يدعموني ويشتركوا في قناتي، وسأحاول إفادتكم دائما بأنجح وأسهل الوصفات. نبدأ بسم الله في طريقة تحضير الوصفة. سنحتاج إلى مجموعة من المكونات. المكون الأول وهو الزنجبيل الطري، نأخذ كمية قليلة من الزنجبيل، ونقوم ببشرها في مبشرة تكون رقيقة جدا، ونأخذ مقدار ملعقة صغيرة. أنا راح أعملكم هذه الوصفة تكفي لي 3 استعمالات أو 4 استعمالات، وممكن أني أضاعف في كمية المقادير وأحتفظ بهذه الوصفة يعني مدة العلاج، يعني لن يحدث لها أي شيء، فقط احتفظوا بها في وعاء زجاجي أو برطمان يكون زجاجي مغلق الإحكام، ونستعملها عند الحاجة. يعني أنا إذا استعملت ملعقة هنا ممكن أني أضاعف الكمية واستعمل ملعقتين من كل مكون أو 3 ملاعق. قلت نحتاج إلى ملعقة صغيرة أولا من الزنجبيل الطازج، نفس المقدار ملعقة صغيرة من القرنفل، يكون مطحون ناعم جدا، كل المكونات يجب أن تكون ناعمة. أيضا نحتاج إلى الكمون، يكون مطحون ناعم، ونحتاج إلى ملعقة من القرفة، يعني ملعقة ملعقة من كل مكون، زنجبيل، قرنفل مطحون، كمون مطحون، وقرفة مطحونة. وسأضيف إليها بعض المكونات. أول شيء سأضيف لها مقدار ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون أو أكثر، يعني عادي لو ضعفنا في كمية زيت الزيتون. من الأحسن أنه زيت الزيتون يكون أصلي. ونضيف لها مكون آخر وهو العسل، عسل النحل الطبيعي، مقدار ملعقة من العسل الطبيعي. أخذ مقدار ملعقة بهذا الشكل، أي نوع عسل متوفر، عسل أبيض أو أحمر بهذا الشكل. وسنضيف قطرات من هذا الزيت، يعني إذا كان متوفر، وإذا كان غير متوفر ممكن الاستغناء عنه، وهو زيت حبة البركان، عندي هذا النوع زيت حبة البركة، يعني مفيد جدا. أنا راح أضيف كمية قليلة منه لهذه الوصفة، تقريبا نصف ملعقة تكفي، وإذا كان غير متوفر يمكن الاستغناء عنه. نخلط هذه المكونات مع بعض، هو طعمه يعني لن يكون جيدا، ولكن الضرورة تحتم علينا تناوله، فوائده رائعة جدا، مفعوله قوي جدا لعلاج السعال والكحة الشديدة. بعد ما نخلط ونمزج المكونات جيدا، راح نتناول منه
مقدار ملعقة صغيرة في الليل، يعني ولا نشرب بعده ولا نأكل بعده أي شيء، مقدار ملعقة صغيرة في الليل وملعقة صغيرة في الصباح قبل الإفطار. يعني ممكن نعملها أيضا 3 مرات في اليوم أو مرتين تكفي، مفيدة جدا وإن شاء الله مضمونة. هذه هي الوصفة، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم وإن شاء الله تفيدكم. شكرا لكم على المتابعة، أنتظر آراءكم وتعليقاتكم وأيضا الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.